السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي بعد كاين نقابيين كاين عمال وراهم حقرة. الناس راسلوني أمنوا في القناة تاعنا باش نتكلموا عليهم باش ندافعوا عليهم. يعني كاين ناس في النقابة وين محقورين، كاين ناس في العمال عمال محقورين. هذو الناس اللي دار الأنذال تاع العصابة تاع عصابة سيدهم سعيد، وين خلى كيما نقولوا حنا النبتة، خلى النبتة لازم هذه النبتة نعطوها بلاصيد، هذه النبتة تموت غير بلاصيد. خلى هذ الناس في طوعي يزرعوا الفتنة، يقعدوا زارعين الفتنة، يربوا كيما نقولوا حنايا الشجرة الناعلة، الشجرة المنعولة. هذو شجرة، هذو من الشجرة المنعولة، لازم ما نخلوهمش. وين يشكون لك عمال، انا ما عندي لا جمال ولا ناقة فيها، بصح شتايلا انا نشوف بلي عمال، كاين عمال اللي راهم حقرة. واش عامل خطرة هدرت عمال في الصحراء، عمال في يعني في نقابات، ناس محقرة. وين هذا سيدهم سعيد خلى كيما نقولوا نبتة، وخلى باش يكونوا الشجرة المنعولة. راهم الشجرة المنعولة راهي تنبت مع هذو الناس. هذو على ذيك لازم نطاكوهم من ضروك، لازم العمال هذو حقوق تاع عمال لازم بارطاجو، عاونونا بارطاجو في لي جروب بارطاجو. انا قلتها لكم ونعاود، انا ما نتكلمش غير على كرة قدم، ناس عندهم مواضيع يعطونا نتكلموا. قناة تاعنا قناة الشعب. الشاب واحد قال لي لا قعد تهدر، قال لي انت في كرة قدم ما تدخلش روحك في حاسبة بالمرقب، ما تدخلش روحك. لا نهدر كيما نهدرش، نهدروا احنا رانا جزائريين، نهدروا على كل الصحبي. هذه هي احنا اليوم نوجه رسالة، ماذا يجري في الاتحاد الولائي الجزائري العاصمة بعد المؤتمر المفبرك الذي نتج عنه أمناء وطنيون معظمهم متقاعدون، واتحاد ولائي للجزائر العاصمة، وين عين فيه سيدهم سعيد المنافق الخداع إدير بوكابوس الذي باع كل النقابيين والعمال ويتعامل مع مدراء عامون ومسؤولين على المؤسسة للمصلحة ومصلحته ومصلحة ولده الذي يملك محل وهمي في بوسماعيل، وكل الصفقات للشؤون الاجتماعية والألبسة الرياضية تمر عليه، وإلا مصيرهم الطرد والتوقيف أو يخلط لهم مع مسؤولين في المؤسسات. هذا الشخص الخداع تخلص من إنسان الذي كان له الفضل الكبير لوصوله إلى ما هو فيه الآن، عمر تقجوت. هذا الإنسان الطيب المتواضع، وهو من أنقذ هذا التمساح عدة مرات من توقيفات ومتابعات، وكان يقسم حتى معه لأجرته الشهرية، لأن هذا التمساح إدير بوكابوس كان متوقف من شركته أين كان يعمل، وهي في اتصالات الجزائر. هذا التمساح لا يتوقف عن ممارسات التي تضر من صورة ومصداقية المنظمة بعدما دمرها سيدهم السعيد. ها هو يترك بقاياه في كل الأمانة الوطنية والولاية الجزائر الغير شرعية من وراء هذا التمساح الخداع الذي كل الناس تشتكي منه. من يحميه؟ احنا نوجه سؤال، من يحميه؟ من يقف وراءه؟ كيف له وهو معين من طرف هذا العصابة تاع سيدهم سعيد وأعضاء شرعيين موقوفين ومبعدين من الاتحاد الولائي الغير شرعيين، موقفين ومبعدين من اتحاد أعضاء شرعيين موقوفين ومبعدين من الاتحاد الولائي؟ كيف الاتحاد الولائي الجزائري يعمل فيها هذا التمساح بمعاينات خداع، وهو خداع معه في نفس القطاع من الاتحاد المحلي ببن عكنون؟ كيف هذا التمساح الذي هو من
أدنب من أدناب العصابة حاول قطع الطريق أمام وتخريب صورة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والضغط على النقابيين للانتخاب على ميهوبي. يعني شو كيفاش وين الناس هذو نقولوا بلي هاد الناس نقولوا بلي ما يستاهلوش باش يكونوا في كما نقولوا احنا في الدولة. لازم هذو نقطعوا عليهم الطريق، هاد الناس لازم نقطعوا عليهم الطريق، لان هاد الناس خاطر على الجزائر وعلى مؤسسات الجزائر. انا نقولوا فيها ونعاودوا، هذو خاطر على الجزائر، على الجزائر والمؤسسات الجزائرية. هذو الناس يعملوا لمصلحتهم ومصالح أذناب العصابة. وين شفنا كيفاش على شكون كي نقولوا شكون اللي حطه، شكون اللي خلاه موراه، هو سيدو سعيد تتهمه كلش. هذه هي باش يكون على بالكم، هاد الناس هاد التماسيح هذو لازم نقولوا باللي المحاسبة تاعهم. كاع الناس تشكي منهم، كاع العمال النقابيين كل الناس تشتكي منه، من يحميه؟ هذه اللي نقولوا حنايا. وين كان دير ضغوطات على النقابيين لانتخاب ميهوبي مرشح جهات امنيه مدمره للوطن والتي حاولت ضرب استقرار البلاد. هذا التمساح لازم يروح او يتوقف فورا، لانه لا يمثل العمال ويعتبر خطر على استقرار البلاد ومؤسسات الاقتصاد اقتصاديه. يعني كي نقولوا بلي هذا حطه سيدهم سعيد ما ناش غالطين. رسالة إلى أمين العام للمركزية النقابية، هذا التمساح والله لو كان ما تفطرش به رايح يتعشى بيك، لأنه ببساطة إنسان خداع وكذاب ومنافق. سيد الأمين العام السيد عباطشة، مصيرك بين أيديك، إن لم تتخلص من هذا التمساح سوف يتخلصون منك بشتى الطرق. هذا الشخص هدم المنظمة وخلق نزاعات مع عدة أطراف نظيفة تريد العمل بإخلاص وحل المشكل العمال، لكن دون هذا الفيروس كورونا التمساح بوكابوس اسم على مسمى. ونزيد نوجه لك نداء صغير برك، شوف يا بوكابوس، المرة الجاية والله غير بالوثائق نفضحوك إن شاء الله بربي، تستعمل أشبه النقابيين لكي تذبح نزهاء المخلصين. راي جايتك، اصبر برك، والله النقابيين الاحرار ما راهم طالقينك. يدير بوكابوس امين عام لولايه الجزائر العاصمه، هذا التمساح يجب متابعته ومحاسبته في كل مجالات اللي راه فيهم. خاطش علاه كي نقولوا باللي سيدهم سعيد خلاه، لازم الشعب الجزائري يعرف شكاين، لازم تعرفوا شكاين بلا ما نهدر، لازم تعرفوا شكاين بلا ما نهدر، بلا ما نقولكم، بلا ما، خاطش علاه كلش راه باين. هذو ناس حوسوا يديروا يبنوا يعاودوا يغرسوا شجرة المنعولة، شجرة اللي خلصنا منها، خلصنا فيها الشجرة هذه المنعولة، خلصنا فيها شجرة اللي شدت 20 عام راهي طالقة العروق تاعها، لازم نقيسوا عليها لاصيد، لازم بلاصيد نكتلوها. أنا ما عندي لا جمل ولا ناقة فيها. أنا يا عمال محقورين يعيطوا لي، نقابيين ناس باغية تخدم محقورين اللي طردهم هذا، دار لهم مشاكل في المؤسسات وطردهم، يعني ذنبهم الوحيد هما ما انتخبوش على رئيس تبون، جابها موراهم. كاين نقابيين مساكين مدراء، كاين اللي جابها موراهم، كاين عمال مساكين في مؤسسات يخدموا في الإدارة مؤسسات عرفهم باللي ما فوطاوش على ميهوبي، جابها موراهم وطردهم. يجب تدخل الدولة الجزائرية، هذه اللي نقولوها حنايا، وتحيا الجزائر، ربي يحفظكم. قبل ان نخدموا نقولوا باللي هذه الرساله من اجل محاسبه هذا يدير بوكابوس امين عام لولايه الجزائر العاصمه. وين عمر تقجود امين عام لولايه الجزائر العاصمه السابق، وهو انسان مخلص وكان يعمل باخلاص. وين جابوها موراه هذو لعبوا على راسه، وين لعب على راسه هو يدير بوكابوس التمساح الخداع المنافق. ونقولوا للعمال المقهورين والمظلومين من الجزائر العاصمه، هم اللي نقولوا بلي هما اللي عطاوني هذه الرساله باش نوصلوها
وين المكلف وين قال المكلف بالتنظيم حمو طواهريه متواطئ مع هذا بوكابوس، وين قال حمو وين حمو طواهريه جاي الدور، وين نقولوا باللي الشركه اللي عندك في الصحراء باسماء على اشخاص اخرين. يعني اكتو كيفاش لازم نوصلوا الرساله تاعنا هذه، ربي يحفظكم ونزيدوا فانيك باش قدام لا نخدموا الفيديو تاعنا. ماذا بكم بارطاجو ماكسيموم، عاونوا هذو العمال، خاطش علاه هذو مبلعين علينا حنا، مبلع عليك انت، مبلع عليا انا، مبلع على ناس باغيه تخدم، مبلع على ناس راهم متخرجين من الجامعات عندهم لي ليسونس دكاتره، هذو الناس مبلعين اللعب، مبلعين اللعب، دايرين ولادهم دايرين منا مبلعين كلش، يخلقوا مشاكل بكم انتوما، هذ الناس يخلقوا بكم مشاكل لازم تتفهموها. انت اللي عندك ديبلوم تاعك وعندك لي ديبلوم وقاعد، هذا الناس هما اللي محبسين، هذو الناس هما اللي بالعاني يديروا هذه المشاكل. لازم تبارطاجوا، لازم كلامنا يوصل. الحمد لله يا ربي كيما يقول لك حفنه تاع نحل خير من خير مشواري تاع ذبان. حفنه تاع نحل توصل الهضره، شنو انا هضروا كلشي ينتحل، خاطر راني عارف كلامي وين يروح. انا راني هنا في الجزائر راني عارف كلامي وراه يروح. مالناش نهضروا الشعبويه، شعبويه خلينا الغاشي، مالناش نهضروا شعبويه، نهضروا في الصح، هذا هو الصح. اما لا بارطاجو ماكسيموم خاصه في لي جروب، بارطاجو بارطاجو اللي يعرف فيسبوك تاع وازير اللي يعرف بارطاجي برك، ربي يحفظكم صحيتكم.